الصواريخ والطائرات المسيرة تستمر باستهداف التواجد التركي في الداخل العراقي، ولكن هذه المرة بدأت تأخذ هذه الهجمات مديات مختلفة تماما ومديات تصعيدية تماما. واليوم سنتحدث عن ثلاث هجمات سريعة تمت خلال 48 ساعة الماضية، وهي جاءت في هذه النقاط التي ترونها في الداخل العراقي. الهجوم الأول والهجوم الأبرز على المستوى الصاروخي هو كان حاضرا بخمس صواريخ من صواريخ الجراد، وهي من الصواريخ طبعا من عيار 122 ملم، تحدثت عنها الصفحات الخاصة بالفصائل المسلحة المعروفة بموالاتها لإيران، وقاموا بمهاجمة معسكر زيليكان الذي تتواجد فيه القوات التركية بكل تأكيد. ولكن بحسب مصادر عسكرية تداولتها العديد من وسائل الإعلام، أكدت بأن هذه الصواريخ لم تحقق أهدافها، وهي سقطت على إحدى القرى القريبة من هذا المعسكر، وعلى هذا الأساس لا قتلى ولا جرحى من الجنود الأتراك. ولكن كان هنالك هجوما قد تم فجر يوم أمس، وهو تم بالطائرات المسيرة، بطائرات مسيرة متقدمة للغاية على قاعدتين تركيتين، هي موجودة طبعا في قرية واحدة من القرى، واحدة من القواعد عفوا التركية، هي قاعدة سيري وكذلك قاعدة باروخي التي تأتي أيضا بهذا الاتجاه. وكان هنالك مقطعا مصورا أساسا لطبيعة استخدام هذه الطائرات المسيرة من قبل هذه الجماعة وهذا الفصيل المسلح الذي أطلق على نفسه اسم سرايا أبابيل طبعا، وقاموا بهذا الاستهداف على هذه القواعد التركية كما ترون فجر يوم الثلاثاء 26 من يوليو. وهذه هي اللحظات الأولى لطائرات المسيرة وهي تنطلق إلى القواعد التركية كما تحدث هذا الفصيل الذي أعلن عن مسؤوليته بهذا الهجوم. وفجأة وخلال اليوم على سبيل المثال ويوم أمس كانت هنالك إعلانات رسمية قادمة من وزارة الدفاع التركية عن قتلى من الجنود الأتراك. ظهر هذا الجندي التركي وأعلنوا عنه بأنه قد قتل فعلا، وكذلك يوم أمس كان هنالك قتيلين من الجنود الأتراك. ولكن ليس واضحا من هذه الإعلانات ما إذا كانوا هؤلاء الجنود قد قتلوا في العراق أو قتلوا في سوريا. هل هذه الهجمات من الفصائل المسلحة هي التي أدت إلى عملية قتل هذه الجنود، أم حزب العمال الكردستاني في العراق، أم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا؟ ليس واضحا هذا الأمر، ولكن بالتأكيد توقيت إعلان الجنود الأتراك وهم قتلوا خلال العمليات العسكرية التي يخوضوها إن كانوا يخوضوها في العراق أو في سوريا بالتوقيت مع هجمات الفصائل المسلحة التي نتحدث عنها، توقيت مثير للغاية. ولكن إذا ما عدنا إلى الطائرة المسيرة التي استخدمتها هذه الفصائل المسلحة في عملية هجومها على القواعد التركية وأخذنا صورة أوضح من جهة أخرى، فسنلاحظ بأننا أمام طائرة ليست بالعادية أبدا، هي طائرة متقدمة للغاية وتبدو بشكل مميز كما تلاحظون، وكذلك لها جناح مميز للغاية بهذا الشكل. هذه الطائرة المسيرة بشكلها وبلونها وبطبيعة الشيب وحتى بشكل المحرك الخاص بها طبعا تشبه تماما طائرة مسيرة قد ظهرت في فبراير الماضي، في 14 من فبراير الماضي من هذا العام بكل تأكيد، بهذا الشكل طائرة مسيرة سقطت في إقليم كردستان بالقرب من أربيل، وكان الحديث عن طائرتين مسيرتين هي طبعا التي سقطت، وكما نلاحظ هي تشبه تماما الطائرة التي نتحدث عنها الآن بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وهذه طبعا الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها والقصة الخاصة بها هي تبينت وتبينت جميعا جميع تفاصيلها في منتصف مارس الماضي بعد الضربات التي تعرض لها إقليم كردستان مباشرة بالصواريخ من قبل إيران. التفاصيل الخاصة بها طبعا التي كشفت العديد من الأوساط الغربية وحتى الأوساط الإيرانية تحدثت عنها. هذه الطائرات المسيرة التي ظهرت في فبراير الماضي هي كانت طائرتين، والتفاصيل التقارير الأمريكية أكدت بأن هاتين الطائرتين انطلقتا مباشرة من الداخل الإيراني، وصلت إلى إقليم كردستان، تمكن التحالف الدولي من إسقاط هذه الطائرات، وقاموا بفحص هذه الطائرات وفحص الجي بي اس الخاص بها، ووجدوها بأنها كانت متوجهة إلى أهداف إسرائيلية. وعلى هذا الأساس وبحسب تفاصيل نشرتها نيويورك تايمز، أكدت بأن الإسرائيليين لم ينتظروا كثيرا وقاموا واتخذوا قرارا بالرد على هذه المسألة واعتبروها اعتداء عليهم، وقاموا بمهاجمة هذه النقطة التي ترونها والمتمثلة بقاعدة موجودة
في محافظة كرمانشاه الإيرانية وقاموا بتفجيرها تماما في إحدى المخازن الخاصة بالطائرات المسيرة في قاعدة مشتركة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. وبعد ذلك بأقل من 30 يوما شهدنا الصواريخ وهي تنهال على إقليم كردستان. لاحظ ما تسببت به هذه القضية. وكذلك إيران تحدثت في حينها وقالت بحسب الرواية الإيرانية أن هذه القاعدة تمت مهاجمتها بستة طائرات مفخخة إسرائيلية انطلقت من إقليم كردستان على هذه القاعدة، ولذلك قمنا بضرب إقليم كردستان. هذه هي طبعا الرواية الإيرانية. حتى هذه اللحظة ليس هنالك تأكيدا عن طبيعة من أين انطلقت هذه الطائرات المسيرة، لأن القصة أخذت مديات مختلفة في حينها في مارس الماضي عن مسائل مرتبطة بالطاقة وليست بهذا الهجوم، ولكن هذه هي الرواية الإيرانية التي لا زالت حتى هذه اللحظة. التفاصيل التي ذكرتها لكم ذكرتها بالتفصيل طبعا الطهران تايمز بهذا الشكل، وكذلك النيويورك تايمز ذكرت كل هذه الأمور وتبادل الضربات التي حدثت. وبالتالي لاحظ هذه الطائرة المسيرة عندما ظهرت فوق إقليم كردستان ما الذي فعلته، وهي بالتأكيد تشبه تماما ومتطابقة تماما مع هذه الطائرة التي تم الإعلان عنها بأنها هي من قامت بهذا الهجوم. كذلك هذه الطائرة التي نراها وهي من نوع مراد 6 هي تتطابق تماما مع طائرة ظهرت في الداخل الإيراني في ديسمبر الماضي، ديسمبر عام 2021، في عمليات تجارب وعملية استعراض إيرانية لهذه الطائرات التي تشبه تماما ومتطابقة تماما مع الطائرة التي نتحدث عنها. والاستعراض طبعا وضح قدرات إيران ووضح قدرات هذه الطائرة المسيرة، حيث أن هذه الطائرة المسيرة الإيرانية وهي شاهد 136 يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، طائرة دقيقة للغاية، لديها إمكانيات تفجيرية هائلة جدا. ولاحظ حتى الضربات جاءت على العمود مباشرة من مسافة ليست بالقليلة بحسب طبعا التفاصيل التي نشرت والاستعراض الذي نشر طبعا من قبل الإيرانيين بكل تأكيد. وبالتالي هذه الطائرة التي نتحدث عنها هي ليست بالطائرة العادية، وبالتالي عندما جاءت في الأجواء بهذا الشكل نلاحظ أن تفصيل هذه الطائرة يشبه تماما الطائرة التي استخدمت طبعا في ضد القواعد التركية التي نتحدث عنها. وبالتالي واضح جدا أن هذا سلاح إيراني واضح وقوي للغاية. كذلك في نفس الوقت أن هذا النوع من الطائرات هو ليس فقط في إيران وفي الداخل العراقي، بل هو ظهر أثناء الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي على الإمارات العربية المتحدة، هاجموهم بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة، وهذه واحدة من الطائرات المسيرة التي وجدوها تشبه تماما الطائرة، طائرة مراد 6 التي استخدمتها الفصائل المسلحة طبعا في ضرباتها ضد القواعد التركية بكل تأكيد. واضح جدا التشابه والتطابق. وكذلك أن جماعة الحوثي استخدموا هذه الطائرات على المملكة العربية السعودية، هذه واحدة من الطائرات التي قامت المملكة بتصويرها بكل تأكيد، وكذلك ضد الحكومة الشرعية اليمنية. وبالتالي هذه الطائرة هي موجودة في كل مكان. جماعة الحوثي يطلقون على هذا النوع من الطائرات الذي نتحدث عنه هو طائرة وعيد. وبالتالي لدينا مراد 6 في العراق وشاهد 136 الإيرانية وطائرة وعيد. الأصل والتفصيل الكامل هو كله يعود من إيران بأن هذا السلاح هو سلاح إيراني فتاك قادر على تحقيق أهدافه بكل تأكيد. وبالتالي نحن أمام تطابق تام بين هذه الطائرات التي نتحدث عنها، وهذا يوضح طبيعة الصراع الموجود اليوم بين الفصائل المسلحة المعروفة بموالاتها لإيران وكذلك القوات التركية وطبيعة ما ممكن أن يكون وأن يصل وأن يتصاعد في الفترة القادمة. الهجمات كانت وكان معتادا عليها على هذا المستوى هي تذهب إلى المستوى العسكري واستهداف المعسكرات والقواعد التركية وغيرها، ولكن فجر هذا اليوم كان هنالك تطورا كبيرا قد تم في مدينة الموصل، وبدأت استهدافات وبدأ أول استهداف لأول مرة على البعثات الدبلوماسية طبعا التركية، وكان هنالك هجوما في مدينة الموصل إلى شمال مدينة الموصل تحديدا بخمس قذائف صاروخية استهدفت القنصلية التركية الموجودة طبعا في مدينة الموصل، ولكنها لم تسقط على القنصلية. وبالتالي ليس هنالك جرحى أو قتلى من أعضاء إذا كان القنصل طبعا التركي أو حتى العاملين في هذه القنصلية، ولكن
سقطت على المدنيين الموجودين هناك، وكانت هنالك طبعا تعرض المدنيين إلى أضرار بكل تأكيد، لا قتلى لا جرحى، ولكن كانت هنالك أضرارا مدنية تعرضوا له المدنيين بسبب هذه القذائف التي نتحدث عنها بهذا الشكل. كانت هي الأضرار بسبب سقوط هذه القذائف التي تبدو وكأنها قذائف للهاون قد استخدمت طبعا في هذه العملية. وإذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فقط لنأخذ تفاصيلا أكثر عن طبيعة ما جرى لكي نفهم تماما ما الذي جرى ومن أين أساسا انطلقت هذه القذائف. بالتالي عندما نتوجه مباشرة، هذه خارطة العراق بكل تأكيد، بالتوجه إلى مدينة الموصل. هذه مدينة الموصل، إلى شمال مدينة الموصل تحديدا هو موقع القنصلية التركية، وبالتالي سنلاحظ بأننا أمام مساكن هنا تابعة طبعا، وهذا هو مجمع الحدباء السكني الذي ترونه، وهذه هي القنصلية التركية التي ترونها التي استهدفت فجر هذا اليوم بالابتعاد قليلا من هذه المنطقة. ومع استهداف هذه النقطة، المشكلة أن الصواريخ كلها بحسب التقارير المتداولة من داخل مدينة الموصل هي سقطت على هذه المجمعات وتسببت بالأضرار التي طبعا أظهرنا لكم جزءا منها بكل تأكيد، وهي لم تسقط على القنصلية. ولكن ما هو مثير، من أين جاءت هذه القذائف؟ كان هنالك مصدرا عسكريا، مصدرا أمنيا كشف للعربية الجديد ولعدد أيضا من الصحف والأوساط الإعلامية عن طبيعة من أين انطلقت هذه الصواريخ التي نتحدث عنها. هي كلها انطلقت من قريتين موجودة في الشمال بهذا الاتجاه، وهي قرية العويزة بهذا الاتجاه وكذلك قرية السادة. كان الانطلاق طبعا تجاه هذه المنطقة التي نتحدث عنها، ومسافة الانطلاق التي جاءت تأتي على مسافة كيلومترين عندما نتحدث عن قرية السادة، وكذلك قرية العويزة هي جاءت على مسافة 3.5 كيلومترا. إذن هذه هي نقاط الانطلاق وهذه هي نقاط الإصابة التي نتحدث عنها، وبالتالي كان هذا تطورا كبيرا جدا أزعج تركيا تماما هذا التطور، إلى درجة أن وزارة الخارجية التركية مباشرة أدانت هذا الأمر واعتبرت كيف لنا أن نتعاون في ظل أن هنالك استهدافا، وهذا استهداف للبعثات الدبلوماسية، وفي نفس الوقت نحن نحاول أن نصلح الأمور ونحلها على المستوى الدبلوماسي في جلسة مجلس الأمن الدولي. هذا الهجوم كان خلال جلسة مهمة جدا قد جرت حول القضية كبيرة جدا التي جاءت من ضربات صاروخية بالقذائف طبعا، وهي في حقيقة الأمر بالمدفعية، جاءت على مصيف مهم جدا وهو مصيف برخ الذي يأتي إلى شمال زاخو. وطبعا هذه الجلسة كانت بسبب شكوى من العراق مباشرة من الاعتداءات التركية كما وصفها العراق بكل تأكيد، وكان وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين حاضرا في هذه الجلسة، وكان واضحا كذلك في عدد من التفاصيل التي طرحها بشكل مهم للغاية بأدلة بأفيدنس هو قد طرحها حول ما جرى من تركيا وكيف أن تركيا هي تقف خلف هذه المسألة. فهو قد وضح تماما بأن عملية الاستهدافات التي جاءت، وأن بعد أن تم تشكيل لجنة تحقيقية في مسألة الضربات التي جاءت على هذه النقطة وعلى هذا المصيف الذي تحدثنا عنه، اللجنة وجدت بأن شظايا القذائف التي استخدمت على هذه المنطقة وبفحص هذه الشظايا بأن هذه القذائف هي من عيار 155 التي تستخدم في المدفعية الثقيلة التي تستخدمها القوات التركية في تلك المنطقة، وأن ليس هنالك أساسا أي مظاهر مسلحة. بحسب طبعا السيد فؤاد حسين وما الذي تحدث عنه، ليس هنالك أي مظاهر مسلحة، وعلى هذا الأساس ليس هنالك إلا تركيا هي من قامت بهذه العملية بحسب تصريحاته في مجلس الأمن الدولي. وهو أيضا أكد لهم بأن ليس هنالك اتفاقا بين العراق وبين تركيا من أجل مواجهة حزب العمال الكردستاني، وبأن التواجد التركي هو مرفوض، هو تواجد غير شرعي، وهي دولة محتلة بكل تأكيد بحسب طبعا وصفه في كلمته في مجلس الأمن الدولي. كذلك هو طلب من مجلس الأمن الدولي تفعيل المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن يطلبوا مباشرة بسحب، ويطلبوا من تركيا بأن تسحب قواتها بالكامل من الداخل العراقي بعدما جرى طبعا من هذه الحادثة المؤسفة التي أدت إلى استشهاد 9 من العراقيين بكل تأكيد. ولكن الجانب التركي كان حاضرا، نائب المندوبة التركية الدائم في الأمم المتحدة كان حاضرا وكان قد رد على كل هذه الاتهامات،
وقال بأننا لم نقم بهذه العملية نهائيا، وأن حزب العمال الكردستاني هو الذي قام بهذا الهجوم، وبأن هذه حملة لتشويه عمليات تركيا من أجل القضاء على المنظمات الإرهابية. وطبعا منظمة حزب العمال الكردستاني بالنسبة لتركيا هي منظمة إرهابية حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأهم في هذه المسألة أنه ذكر بقضية قد تمت في نفس هذه المنطقة في أغسطس من العام الماضي، عندما قتل سائحان عراقيان قتلا في هذه النقطة، وقال بأننا كنا أمام نفس السيناريو، اتهمت تركيا بأنها هي من قامت بهذا الأمر، ولكن في نهاية المطاف تبين بأن حزب العمال الكردستاني هو الذي قام بهذه العملية. وهو كذلك قال بأن حزب العمال يسيطر بحسب تقديراتهم على 10,000 كيلومترا من هذه المناطق ومن المساحة في العراق، وبالتالي هم يستغلون هذه المساحة في الاعتداءات على الداخل التركي بحسب تعبيره. وكذلك تحدث عن مدينة سنجار بأن حزب العمال الكردستاني هو الذي يسيطر في سنجار، هو الذي يحكم، هو الذي يضع القرارات، وأن الحكومة العراقية لا تمتلك أي سيطرة على سنجار، وأن الحكومة العراقية لا تفعل شيئا لمنع حزب العمال من التدخل والقيام بهجمات من داخل الأراضي العراقية إلى الداخل التركي. هذا هو كان الكلام التركي الحاضر في مجلس الأمن الدولي. بالتالي نحن أمام احتدام واضح جدا بين العراق وبين تركيا في هذه المسألة، ومجلس الأمن الدولي بشكل عام من الدول التي كانت حاضرة نددوا تماما ورفضوا تماما الضربات التي جاءت في مصيف برخ الموجود إلى شمال زاخو، ولكن في نفس الوقت هم لم يتهموا لا تركيا ولا اتهموا حزب العمال الكردستاني، وطالبوا بالمزيد من التحقيقات الأيام القادمة والأشهر القادمة كفيلة بما سنراه من هذه التحقيقات بكل تأكيد، إذا كانت فعلا تركيا هي خلف هذا الأمر أو حزب العمال الكردستاني. رغم كل الضغط على تركيا، إلا أن اليوم وزارة الدفاع التركية قد نشرت هذا المقطع الذي ترونه متحدية الجميع، توضح فيه القوات التركية وهي تقوم بعملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وكل الضربات التي قامت بها وتقوم بها ولا زالت تقوم بها في حزب العمال الكردستاني. كما ترون الفيديو كان يصل مداه إلى 55 ثانية بكل تأكيد، دقيقة تقريبا، وبالتالي تلاحظ كل هذه الضربات وثقوها وأكدوا بأنهم مستمرون في عملياتهم قفل المخلب بكل قوة وبكل شجاعة بحسب وصفهم بكل تأكيد. وبالتالي التحدي لا زال مستمرا، هل ستخرج القوات التركية من العراق؟ هل فعلا حزب العمال الكردستاني كما تتحدث تركيا بأنه كان خلف هذه العملية؟ وكيف من الممكن للأمور أن تتصاعد بين فصائل المسلحة وبين القوات التركية؟